أيمن الشباني 23 سنة لاعب الفتح الرياضي. المسار ديالي الكروي بدا مع فريق الوداد الرياضي اللي تلقيت التكوين ديالي في هذا الفريق هذا لمدة 8 سنوات. من بعد مشيت للفريق ديال الجيش الملكي اللي كان اللي هو وقع كبير عليا على المسار الكروي ديالي، اللي هو الفريق اللي منحني الفرصة الأولى باش نبان في الشاشة ونبان في القسم الوطني الأول. وحاليا أنا لاعب فريق الفتح الرياضي. بالنسبة لي التوقيع في فريق الفتح الرياضي، فأنا جد مسرور وفرحان أنني وقعت لهذا الفريق الكبير اللي كيتعتبر من الفرق من أحسن الفرق في المغرب. الحمد لله كما كيعرف الجميع فكانت بداية سيئة للفريق في بداية الموسم، فالحمد لله كانت استفاقة ديال الفريق في المباريات الأخيرة. الحمد لله حنا لو بروميي اوبجيكتيف ديالنا هو اننا نكملوا في هاد الانتصارات هادو، وان شاء الله نصعدوا بالفريق في سلم الترتيب، ولما لا نلعبوا على المراكز المتقدمه ان شاء الله في سلم البطوله. كما كيعرف الجميع فتح الرباطي تبارك الله عندهم ترسانه بشريه جيده، اسماء عندها خبره في البطوله الوطنيه، فالحمد لله جيت لهاد المجموعه هادي. كان انسجام سريع مع هذه المجموعه، الحمد لله نقدم الاضافه المرجوه واللي كطلب اللي كيطلبوا اللي كيتسناوا مني الجماهير ان شاء الله. وان شاء الله لما لا في القادم السنوات نلعبوا على الالقاب ان شاء الله مع هذا الفريق هذا. بالنسبه للجماهير فاولا كنبغي نشكرهم على حسن الترحيب، على لي ميساج اللي كيوصلوني، على بزاف الحوايج كنبغي نشكرهم اول حاجه. وان شاء الله كنبغي نقول لهم مع هذه المجموعه هذه فلا خوف على الفريق ان شاء الله، وان شاء الله نزيدوا بهذا الفريق ان شاء الله الامام، وان شاء الله ما يكون غير الخير.